مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم ألو فارس. مشاهدينا الكرام، رانا في الموعد كما جرت كل مرة كل عادة، يلا وجدوا الكراس والسيالة، لأنه الوصفة تاع نهار اليوم راح يكونوا بزاف شابين. وما تنساوش كذلك رقم الهاتف اللي راح يظهر في اسفل الشاشه، باذن الله نستقبلوا جميع مكالماتكم. هكذا قولوا لنا واش راكم حابين كوصفات نقدمهم لكم. يلا مشاهدينا الكرام، اليوم عندنا ثلاث وصفات. عندنا بوسوله تمسو اللي كانت السيده وكان بزاف الناس يطلبوه، راح نديروه بطريقه سهله وناجحه وتسكر ولا اروع. وعندنا الخشخاش تاع زمان، حاطين ندير لكم زوج طرق، نديروه تاع زمان ونديروه شكل ورده باذن الله. والوصفه الثالثه راهو معايا ضيف، بزاف الناس اللي تعرفوه ويحبوه يعني طريقه التقديم تاعو، شاف بوراك الجزائري. مرحبا بك خويا رضا، واش راك؟ لاباس؟ صحتك لاباس؟ الحمد لله، غزرتنا بركه. مرحبا بك، شرف لي ان نكون في ليميسيون. الله يسلمك، تعيش طول عمرك. بون اليوم شاف انا راح ندير لهم روسات واعره باش نتفاهموا، روسات سهله واعره. سهله واعره، سهله واعره، مش سهله حبي قول سهله بريباراسيون تاعها واعره في البنه. فوالا ما قاصحه قاصحه. قول لي رضا، باش الناس يزيدوا يعرفوا اكثر. نعم. انت اسمك رضا؟ رضا بالقاسمي، ومعروف باسم شيف بوراك الجزائري. علاش؟ من الفيديوهات اللي نديرهم في انستغرام مواقع التواصل الاجتماعي كي نقلد شيف بوراك في طريقه تقديم الوصفات تاعو. وتقلدوا كيما 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 يدير هو، يعني كلش بالتدقيق ولا؟ بون ماشي بالتدقيق كلش، مي انا العفسه اللي نديرها بزاف سي نحب نبازي على الاطباق الجزائريه وندير بالضحكه تاعو. زعما هو كي قطع، عطينا نشوف الضحكه ديالو. اي والله هذه الضحكه وما يشوفش، يقطع وما يشوفش، نطيب وما نشوفش، هذه هي. الله يبارك. واش راح نديروا اليوم رضا؟ اليوم راح نديروا كراتا في الكوشه بزاف بنين بالبطاطا، يكون بزاف ساهل. شغل زعما كي تكون مزروب ولا ما عندكمش الوقت ولا هكذا، تم تجيك هاد ليدي راح دير هاديك باسكو بنين بزاف. يلا دوكا وفارس يقول لكم راهو يتكلم معاكم الشاف بوراك الجزائري. واش تحب نقول لك رضا ولا نقول لك شاف بوراك الجزائري؟ شاف بول مومون قول لي رضا، بعد كي تحب زعما تشكرني ولا قول لي الشاف بوراك الجزائري. يلا نبداو على بركه الله خويا رضا. قلنا برك واش فيه هاد الكراتا؟ بون هاد الكراتا فيه بطاطا. بطاطا نبداو بها ومن بعد بطاطا اللي نقشروها ونقطعوها بيان سور شرائح هكذا رقاق بيان باش كي نديرهم في الكوشه ما يطولوش بزاف في يطيبوا طيابه. عندنا طوماطيش، بصل ثاني نقطعوه شرائح، فيون داشي، فرماج اللي يحب يزيد فرماج بلون زياده ما نقولولوش لا لا. وملح وفلفل كحل، الملح وهذا الكريير والكريم فريش ليكيد باش نزينوا بهم من الفوق هكذا. ميم لاكريم فريش ليكيد كي نديروها من الفوق تزيد تعطي بنه كي يطيبوا في الكوشه. دونك هنا كمية تاع البطاطا على حسب المول راح يديروه، على حسب المول. كلش على حسب المول، ميم الفيون داشي على حسب المول، لازم يغطي كامل البطاطا. فوالا دوك تشوفوا الطريقة تاعو. شوف دوك هنا عندكم كمية تاع البطاطا تقشروها وتوصلوها وتقطعوها دوائر، حبات بصل يكونوا مقطعين كذلك شرائح، عندكم ربع حبات طوماطيش، هنا كذلك الكمية على حسب القالب اللي راح ديروه باش تغطيه طبقات. وعندكم كمية تاع الفيون داشي ولا اللحم مفروم، جبن أبيض طري، فلفل كحل، وعندكم كمية تاع الجبن المبشور، خيروا اللي حبيتو. من الأفضل يكون غريير مصدى، يكون غريير باش كي ترفدوا هذاك الآخر يبدا يتجعد. هذه هي الخيوط على الخيوط هذوك هما الصح. وعندكم كمية تاع القشدة السائلة، كما راكم تشوفوا مقادير بسيطة يعني ما طلبش بزاف. وكما قال لكم شيف بوراك الجزائري، خطط السيدات اللي يكونوا يخدموا ما يجوا للدار دونك ما يصيبوش واش يطيبوا. هاد الكراتا يساعدهم بزاف، يعني تمتم طب تحطوا في الكوشه ويكون العشاء. كما قلنا ديروا سيت وان بوتش وكلش ديروا في عفسه واحده، ما راكش حطيه في المقله وتحط ولا راح دير عفسه كلش راح يندار فيه حاجه ويطيب على خطره. هذه هي العفسه. نبداو على بركه الله. بون نعطيك المول. عطيني المول. يلا تفضل. فوالا. بون الحاجة الأولى نبداو نحطوا البطاطا ياك. البطاطا هي الأولى حطها. معليش معليش، نبداو نفرشوا البطاطا تاعنا في المول. ما ندهنوش؟ لا لا ما كلا، باسكو علاش؟ راح ديروا له لاكريم فريش ليكيد من الفوق، هي اللي تعطي هذيك لا ماتيير غراس من تحت. بون نبداو نفرشوا هكذا. فرشوا طلعنا هذيك الضحكة ثاني. اصبر دوكين نقطعوا البصل.
كي نقطعوا البصل نعطيك الضحكه هذيك الواعره. هكذا باش نستفدي شابه. حكم التاليه هذه هكذا باش نشبحوها برك مليح. فوالا. نقول لك كميه البطاطا على حسب القالب اللي حديرو. ها. بون ما تعمروش بزاف، تقدروا ديروا مباليش انا قيس زوج دو كوش. دو كوش هكذا. هكذا. وكما قال لكم قبيله على حسب المول، هاد لا روسيت تبع المول تاعها. فوالا تبع المول. هكذا. دوكا ديروا لها شويه ملح وفلفل كحل. يلا تفضل. الملح. بون اسمع تشوف. اوكي. شويه ملح هكذا من الفوق بركه. يلا احنا نستقبلوا اول مكالمه من هذا اليوم. الو السلام عليكم. الو. السلام عليكم سيدتي. سلام اخيرك. مرحبا بك. يسلمك واش راكم؟ والله غير الحمد لله، واش راكم انتوما؟ لاباس، انتوما لاباس. والله غير الحمد لله، وانتوما لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. آه مرحبا بالضيف تاعك. الله يسلمك، شاف بوراك. صحيت. ايه ربي يعيشك ان شاء الله. الله يسلمك. نشكركم على الوصفات اللي كنت تهضر عليها. الله يسلمك. يعطيك الصحة. أنا أصلا كنت نحوس عليها. نعم؟ الخشخاش ولا بوسو. بوسو ولا تمسو كنت حوس عليه والخشخاش. أيوة كنت نحوس عليهم. اليوم راح نعطيكم واحد الخشخاش. هذاك المتشلفط هذاك اللي يجي ايه؟ ولا اروع بطريقه سهله ان شاء الله. والله انا احنا اصلا واثقين في خدمتك. الله يسلمك يطول عمرك. شكرا لك. ربي يحفظك. شكرا سيدتي شكرا. يلا شيف بورك. بون دوكا لازم قلنا بطاطا درنا شويه ملح وشوف الفلفل كحل. يلا نحطوها بجهه هذه. سي بون دوكا نرفدوا الفيونداشي. اها. نحطوه نفرشوه على نغطيه به كاع كامل البطاطا. هكذا. وهذا اللحم المفروم نديروا ليه ملح في الكحل هكذا كيما راه. لا لا هكذا كيما راه. كيما راه. باسكو علاش دوك نحطوا فوق البصل هو اللي يمدلوا البنه تاعو. يلا تفضل. دوك درنا الملح في الكحل في البطاطا سي بون. دونك يلا. فوالا. ثاني اللحم المفروم على حساب القالب اللي راح يديروه. فوالا. دونك قلنا نزيدو نفرشو طبقة تاع اللحم مفروم. هكذا نغطيو به كامل البطاطا. وكما قلت لهم رضا بطاطا مقطعة رقيقة. رقيقة باش ما تطولش بزاف. فوالا. وطيب لكم. دوكا الفيونداشي هذا كي يطيب هو اللي راح يطلق البنة تاعو كامل على البطاطا. البطاطا. هكذا. دوكا نروحو نقطعو البصل والطوماطيش. يلا البصل الثاني على حسب القالب اللي نديره. باش نغطيه كامل. بون البصل ما نديروش بزاف، نديرو برك باش يطلق البنه تاعو برك. صح. اوكي هذا ما كان. نعطيك الموس. اعطيني الموس. تفضل. نديرو الطوماطيش هي الاولى. الطوماطيش ثاني قطعها شرائح. وقل لي رضا كيفاش كيفاش حتى يعني حبيت تقلد شيف بوراك التركي؟ كيفاش حتى نقلد شيف بوراك؟ شوف هي واحد النهار كيما كل يوم انا دائما تما من ذاك من ذاك كون وحدي في الدار، شغل تصرالي بزاف نكون وحدي في الدار نطيب الفطور تاعي. وهذاك النهار كنت شفت فيديو تاع بوراك، قلت علاش ما نحطش تليفون ندير كيما هو. درتها وحطيتها هكذا شغل على نيتي انا ما درتهاش شغل نحب الطبخ. نحب الطبخ ملي كنت صغير نقولها لي ما نحب نكون طباخ، بصح ما درتهاش بلي راح ندخل المجال تاع الطياب بهذيك الطريقه. حطيتها هكذا ونورمال حتى صبت روحي في كامل لي باج كاع لاجيري تهضر عليها ونكشف وراك الجزائري انا ما فهمت والو. ومن بعد قلت يا خلاص كي هكذا انا نحب طياب ونحب نطيب وجد الناس حبوني كيفاش الطريقه اللي راني نطيب بها، يبقى كملت فيها وليت ندير لي روسات كدايا حتى اليوم. الحمد لله. وسيرتو الايامات الاولين كنت ندير انايا الكثره المظهر، وبعد الناس اللي تبعني ولاو يدومونديو لي تما الوصفات تاع الصح باش هما ثاني يديروهم. يبقى وليت ندير وصفات جوست، تما وليتش نبازي على المظهر برك تاع لا روسات، وليت ثاني ندير لي روسات. فهمتني؟ وتكتبهم. نكتبهم وكلش بالتفصيل. بيان ديتاي كذا من بيان ديتاي. ميم لي روسات اللي نديرهم كامل ساهلين باسكو انا الفيديو تاعي براسك كامل فيهم ان مينوت. تسمى لي روسات اللي نديرهم انا كامل ساهلين. اي واحد يقدر يديرهم. تك 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 يلا. نزيدوا طوماطيش.
نقدروا نقطعوها دي روندال معليش نقطعوها دي روندال برك انا برك لهنايا نتوما قطعوها كيما تحبوا تحبوا دي روندال تحبوا هكذا المهم هي باسكو علاش راح تدبال ومن بعد كي تطيب في الكوشه تدبال يلا نزيدوا استقبلوا مكالمه الو الو مساء الخير الو الو مساء الخير مساء النور بون شيف فارس راكم في المستوى لي غوسيت تاعكم هايلين الله يسلمك تعيشي طول عمرك يسلمك وراكي تجربي راني نجرب وي يلا بصحتكم يسلمك نفرح بكم انا هكذا نفرح يعيشك يعيشك شيف الله يسلمك بون شوف عندي هادي ديكاس صغير الا نقدر نجوزو يلا تفضلي بون نجوز ديكاس تاعي لبنت اختي اها بيلا في سويسرا اللي نحبها بزاف بزاف واسمها بيلا واسمها بيلا وي بيلا طليانو ماريانو يلا نسلموا عليها وماذا بيا نسلموا عليها مام انتوما باسكو نحبها بزاف وعندي بزاف ما شفتهاش شفتها خطره ملي زادت عندها عام عام لو 2 ديسمبر ان شاء الله دير عام ان شاء الله ربي يرفع لنا هذا الوباء وعاود يحلوا كلش وتجي تشوفك وان شاء الله يكونوا بخير وعلى خير ونحييهم ونحييو كل الجاليه الجزائريه اللي في سويسرا قلنا رضا موراها نقطعوا البصل موراها نقطعوا البصل اها ونزيدوا نحطوه من الفوق اها ومن بعد نديروا لا كريم فريش نديروا فرماج بلون تحب نديروا فرماج انا قلت لهم اللي يحب يدير فرماج بلون هكذا مع الطوماطيش يزيدوا باش يطلق البنه تاعو يلا هكذا انت كمل هذا الطبق مشاهدينا الكرام سيرفع على مسامعنا اذان صلاه العصر مور الاذان راح نشوفوا مع الشيف بوراك ولا مع رضا كيفاش الشكل تاع هاد الكراتا قعدوا معنا ما تروحوش بعيد باش هكذا ثاني راح نوري لكم كيفاش ديروا بسهوله منسوب طريقه سهله خليكم بعد الاذان حان الان موعد صلاه العصر بتوقيت الجزائر العاصمة وما جاورها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته. مشاهدنا الكرام، تقبل الله صلاة الجميع. يلا نكملوا مع الشيف بوراك. بون دوكا كما شفتوا درنا طوماطيش والفرماج، دوكا نجيو لابارتي الاخرانيه اللي هي البصل. نقطعوا البصل شرائح هكذا ونحطوهم من الفوق. من الفوق يلا. صح، هذه اللي حبيتها. هذه اللي حبيتها. اي صاي. ما تقولوش شيف بوراك هو. صح، اسمع دوك نشوفوا اذا نزيدوا النص هذا ولا لا. دوك نفرشوهم ونشوف. ثاني بصل نغطيو كامل. نغطيو كامل الطوماطيش والفرماج. ماشي حاجه البصل باش باسكو علاش كنكثروا بزاف راح تولي تكتوكه. صح تكتوكه. ما نحوسوش تكتوكه، حنا نحوسوا برك هكذا البنه. هذا ما كان اكشف تمتم وطلع، وما نزيدوش كوش واحد اخرى تاع البطاطا. خلاص بطاطا غير من تحت. فوالا ومن بعد نزيدو الفرماج ونزيدو لا كريم فريش هكذا. لا لا فرماج هذاك كي طيب. مور ما طيب نخرجوه نديرو فرماج قسم يدوب برك. نعاودو نخرجوها. دوكا نديرو لا كريم فريش مور البصل نديرو لا كريم فريش ليكيد. وتجي بنينه بلا كريم فريش. فوالا هكذا شوف. يكفي. شوف شحال شباب خو. هايل هايل بلا ماكياج هايل. ها دوكا ديروا لا كريم فريش. فوالا وهادي ثاني عطينا وحده. عطينا وحده كيما هو. زيد زيد عاود وحده. زيد عاود وحده. عاود لك وحده. ها عاود لنا وحده. هلا ما تجيبهاش كيما هنايا هكذا وسي بون رانا كملنا. دوك هذا يدخل للفور. دوك هذا يدخل للفور ديريكت. يلا ومن بعد قلنا رضا كي يطيب كلش نخرجوه نزيدو الفرماج رابي. كي يطيب كلش نزيدو الفرماج رابي باش نشبحوه وسي بون ونعاودو ندخلو للفور باش بيان سور يدوب هذاك الفرماج. لا ما كان سي بون سي ريغلي. سي ريغلي. ها سي ريغلي. ها خفيف ظريف ومعنوي. يلا ديروا في الفرن. يلا دوك انا نروحوا مشاهدنا الكرام الوصفه الثانيه اللي طلبتوها انتم مني بزاف بزاف اللي هي بوسو ولا تمسو. هاد الحلوه قديمه 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 يعني جزائريه. عجبني الاسم انا بصح. دوك نقول لك علاش بوسو ولا تمسو. دقيقة نستقبلوا مكالمة ونقول لك. ألو السلام عليكم. سلام. مرحبا بك سيدتي. الله يسلمك خويا حليمة من فرنسا. منين من فرنسا كي تكلمينا؟ حدا أكو حدا ديجون. نعم؟ أكوتي دو ديجون. لي حدا ديجون. ديجون. يلا مرحبا بك. الله يسلمك. الله يسلمك. تفضلي سيدتي. أنا مانيش بزاف معاك نشوف باسكو ما عنديش لاشين تاع ألو فارس دونك راني نشوف غير في اليوتيوب. وساوي كاع الفطر تاعك اليوم راني ندير في الغراتا نتاع الفلفله والروز. نعم مدام. قلت لك اليوم راني ندير في الغراتا نتاع الفلفله والروز. بصحتك بصحتك. العشاء هذا ولا درتيه الفطور؟ درته للعشاء اللي وجدته للعشاء. ماكي شاطره استعر بك. ودرت الكاك نتاع الخضره. درت قولي عليها البسبوسه. درت الكرانتيكا حنا تحب العباس نقولوا كرانتيكا. وخرجت لك مليحه. كاع الوصفات اللي قال لي ودرتهم الحمد لله. نتبعك خطوه بخطوه وخرجوا لي كاع مليح الحمد لله. الحمد لله خرجوا لي كاع مليح الحمد لله. سي دوماج ما عنديش لاشين تاع الو فارس. لازم تدخلي لاشين. غادي ندخل لاشين عندي انترنت لا فريكونس ودخليها. نعم غادي ندخلها. خوش ندخلها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نتبعهم في يوتيوب. في يوتيوب عندي كلش فوالا الحمد لله. غدوه غادي ندير المقيرط. المقيرط هذاك غير شوفي هذاك غير جربيه. شوفي على بالي باللي ما كان تسييه يخرج لك مليح على بالي ما تبدليش بحاجه واحده اخرى.
كتري له برك لوزات. يلا شكرا لك سيداتي، وتحيه كبيره للجاليه الجزائريه اللي عايشه في المهجر. قبل ما نروحوا فاصل نعطيكم برك المقادير، ومن بعد نروحوا فاصل نعاودوا هنا ونشوفوا طريقه التحضير. شوفوا هنا مشينا الكرام، واش عندكم؟ عندكم هنا 3 صفار بيض، ماشي بيض كامل، لا 3 صفار بيض، 250 غرام تاع زبده تكون طريه. شوفوا تكون طريه باش تسهل لكم الخدمه. هاملك 250 غرام تاع مارغارين ولا زبده، 3 صفار بيض، وعندكم زوج مغارف كبار تاع مايزينا، زوج مغارف كبار تاع حلوه الترك. علاش حلوه الترك؟ لانه ما راحش ندير السكر في العجينه، دونك عودت هذاك السكر عودته بزوج مغارف تاع حلوه الترك. وعندكم مبشور الليمون كثروا له باش يجي فيه القارص. وعندكم هنايا حوالي 350 غرام، هذه الكميه حوالي 350 غرام تاع فارينا. دوك نشوفوا عندكم ميزانكم. وعندكم السيرو اللي هو يعني حاجه مهمه باش تقدروا تسكروا وتسكر يجيكم الشباب. واش عندكم؟ عندكم كاس تاع السكر، الكاس يتكيلو به كاس تاع الماء، عفوا كاس تاع الماء، الكاس اللي تكيلو به الماء تكيلو به كاس غير ربع، يعني كاس تخليه ربع ماشي معمر تاع السكر، ونص حبه قارص تحطوه فوق النار وتخليوه ما يكون خفيف ما يكون عاقد، وتخليوه يبرد باش تقدروا تسكروا. طبعا عندكم سكر ناعم باش تسكروا هاد الحلوى اللي قلنا حلوى جزائريه قديمه بوسولة مسو. عباك علاش بوسولة مسو خويا رضا؟ علاش فهمني صباحا؟ باسكو هاد الحلوى غير ترفدها تولي كاع سكر. لا تتفتت تالمون طريه بزاف. دونك واش يقول لك؟ تما بوسها ولا ما تمسهاش؟ باش ما تجي تدوب في الفم. يلا مشاهدينا الكرام، راح نطيب السيرو. قلت لكم كاس تاع الماء، كاس غير ربع تاع السكر، ونص حبه قارص تحطوه فوق النار باش نربحوا الوقت. وكي نعاود نولي من الفاصل راح نوريكم كيفاش طريقه تحضير تاع هاد الحلوى تاع بوسو ولا تمسو. يلا مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم. كما راكم تشوفوا الوصفات تاعنا راهم حاضرين وجاهزين امامكم. بقات الوصفه برك تاع بوسولة مسو طاب، ولكن راه سخون ما نقدرش نسكرو هو سخون. غدوه ان شاء الله راح نوري لكم النتيجه النهائيه تاع بوسولة مسو. هو راه طاب، سيرو واجد، سكر كلاصه وكاين. دونك غدوه ان شاء الله راح نسكرو وتشوفوا كيفاش النتيجه تاعو الاخرانيه. الوصفه الاولى اللي كان قدمها لنا الشيف بوراك اللي الضحكه اللي ما يقدرش بالضحكه دكا. انا نحب ندوق منها خلاص. دوك هذا هو النتيجه النهائيه كيفاش تجي. مور ما طابت خرجناها درنا لها شويه غريير ولا واش تحبوا في موتزاريلا، ولا ديروا لها وخلوها واحد 2 مينوت قسم يدوب برك. هذا ما كان مكراي حمار ما يدوب برك، ما كان لا با فورسيمو با فورسيمو. فوالا دوك دوق الوصفه تاعي. دوك دوق دوك انا نقول لكم خويا الفيون داشي كشراو طري. شوفوا كي راهو يقطع فيها باينه باللي ولا اروع. خلينا نشوفها. والضحكه 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 والضحكه. هاي لك ها. ولا اروع صدقوني. خلينا نشوف نحطوها هنايا. فرشيطه. خلينا نشوف فرشيطه. خويا هاك ما نقول لك والو. هاك دوك انا دوك انا اي سخونه دوك على جالكم احنا كلها سخونه. خليه يتجعد خليه. اسمت اسمع يا روح يا روح. بسم الله لا قلبك تحرق روحك. اي جوستوم راهي سخونه حي عليا. إذا كان حاجة مر ولا أروع هذيك هي صدقوني. فريناها خلاص يا خويا. بارك الله فيك يعطيك الصحة. بارك الله فيك أنت صدقوني بنين بزاف هذا الكراتان. طابت البطاطا ملاح. هيا فيون داشي هايل خلاص. طوماطيش هايل والبصل هايل خلاص. نحب نعطي لهم برك واحد العفسة ثاني اللي عنده الوقت يحب يزيدها. طوماطيش تقدروا تغلوها 5 دقائق برك باش تنحوا لها القشرة تاعها وتحطوها بلا قشرة. بلا قشرة هذا ما كان اللي حب أنا برك باش نوريكم باللي سريعة بزاف خليتها بالقشرة. ولا اروع هذه هي الوصفه تاعنا الثانيه اللي هي الخشخاش اللي طلبتوه مني. شوفوها بطريقه سهله، خليوا العجين تاعكم برك يبات غير من ذاك تخدموه. شوفوا هذا تاع الورده كنت تدوب بالفرشيطه هاوليك
وخفيفة شهانية شو تنحي تتوشي اللي كلش راه بسهولة تبسو. عندكم هاد الطريقة وعندكم طريقة عزمان إلا شبيتو كنا نديرو عزمان هكذا بهاد الطريقة، نحطو العجينة نرميو عليها الزيت غير تنفخ نزيدو تانية وهي رايحة تك 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 ونتحصلوا على هاد الشكل. قلنا بسهولة تمسو إن شاء الله غدوة بإذن الله، نوري لكم طريقة نوري لكم يعني النتيجة النهائية تاعو. شيف بوراك بارك الله فيك. معليش وانا ما ندوقش دوكا. دوق يلا تفضل تفضل. اذا دقت وضحكت معناتها بنينه ولا اروع، مر ولا اروع. اذا ما ضحكتش معناتها ماشي بنينة. يلا هيا خلاص اسلم. على بالي راح تضحك. انا دوري جاي نضحك. على بالي راح تضحك. اسلم شوف شبيه هذا وشبيه، قولوا له قولوا له شبيه هذا. كمل كل باش تضحك مليح، مانيش حاب نضحك الصفرة. واش رايك؟ اصبر راني نستبن راني نطلع في العلامة. هاي الاخو هاي الاخويا يعطيك الصحة. الله بزاف بنينة بنينة وخفيفة كاع. يلا مشاهدنا الكرام ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقة تاع اليوم، جربوا الوصفات ماكوش رايحين تندموا عليهم، وشاف بوراك راه وعدني يزيد يعاود يولي نجيب لكم وصفات اللي يكونوا طك 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 خفاف وظرف ومعنويين. يلا قبل ما نروحوا لنهاية هذه الحصة تحية كبيرة 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 لأم زهير اللي راهي هنا في الجزائر، وزهير لو في كندا اللي يسلم عليها ويقول لها يما نحبك بزاف 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 بزاف. وكذلك تحية كبيرة للمتتبعة الوفية أم ياسمين ومحمد عمر، نسلموا عليهم تحية كبيرة لهم إن شاء الله يكونوا بخير وعلى خير. مشاهدنا الكرام تهلاو بزاف بزاف صحتكم، ردوا بالكم التباعد الاجتماعي لبافات المعقم كذا من هكدا باش إن شاء الله هذا المرض يروح لنا ونعيشوا في سلام بإذن الله. خويا بوراك اخوتي يعطيكم الصحه والعار، كان شرف لي ان نجي ليميسيون تاعك طيبنا. الله يسلمك حاجه بنينه ما شاء الله. وعندك تحيه حبيت تقدمها؟ انا ما كاش حاجه نحب ندير لها تحيه كيما دارنا باسكو هما اللي دائما واقفين معايا دائما يحييكم. تحيه كبيره لدارنا كامل راهم يشوفوا فيها كاع الام والاب كاع كيما راهم كاع من الجد راهم غاشي غاشي راهم غاشي دونك انتوما كاع وهبط كاع كاع لا فامي بالقاسمي هذه بالقاسمي. نحييكم تحيه كبيره كبيره ما شاء الله. وليدكم ولا اروع ولا اروع ولا اروع. يلا مشاهدينا الكرام راح نتلاقى بكم غدوه ان شاء الله نفس التوقيت ونفس القناه بزوج وصفات كما جرت العاده. من هذاك الوقت تهلاو في وحدكم وتهلاو في صحتكم. ضحكه ضحكه اصبر اصبر ضحكه. هيا راح ديرهم باي باي على خير.